تعالى نتكلم يا كابتن مع ذكرياتك برضه مع المنتخب والكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن احمد يعني ابو رحاب كان بيقول في فتره معينه المنتخب كان فيه 5 6 مهاجمين، حضرتك عاشرت وشفت الكابتن الخطيب عن قرب قوي، كانت يعني العلاقه ازاي في منتخب مصر وعلاقتك بالخطيب عامله ازاي كابتن الخطيب؟ طبعا محمود الخطيب انسان يعني عايز اقول لك حاجه، قدوه. محمود الخطيب عمل حاجه، احنا كنا راجعين من بلد ركبنا طياره، كان معايا مصطفى عبده كابتن الخطيب طبعا كابتن الفريق. المهم يا كابتن الطياره عطلت، مصطفى عبده قال لك النهارده الحد ومفيش بتاع كاوتش والكاوتش بايظ، الطياره دي هتقع. المهم نزلنا اسوان ومعانا اجانب وتعبانين بقى يا كابتن، كنا قاعدين في المطار وبتاع وتعبانين جدا جدا. انا بحكي لك موقف عن شخصيه محمود الخطيب. المهم احنا تعبانين جدا، كان معايا ماهر همام، فقلت له تعالى ماهر نروح ننام في اي حته انا وانت وبتاع، نمنا في المطار كده على الارض يا عم. لا بره المطار مكان العساكر. اوكي. رحنا حاطين نفسنا جنب بعض كده انا وماهر ورجعنا. محمود الخطيب راح ادوله 15 مفتاح للغرف عشان نريح شويه في الغرف. ايوه يا بيبو، يلا يا بيبو خلصنا يا بيبو. معانا الاجانب مش متعودين على البهدله. يوم يعمل ايه محمود الخطيب؟ يروح واخد ال 15 مفتاح يقول لهم للاجانب. الاجانب تطلع تستريح. ايه يا عم يا خطيب؟ يا بيبو يعني سايبنا احنا. شوف يعني دي بتدي مثال الكابتن القدوه. صحيح. عرفنا ان محمود الخطيب عمل حاجه كبيره جدا. اي نعم ما ريحناش احنا، لكن ريح الناس الاجانب. فدي الخطيب مميزاته كبيره قوي. انا كنت العب جنبه احب اتفرج عليه. انا احب اشوف الكوره بتروح لمحمود الخطيب، اللي عايز يلعب الشافي، لصفوت عبد الحليم، لطاهر الشيخ، لطاهر ابو زيد، لعلاء ميهوب. لعيبه يعني اقول لك ايه ولا ايه، محمود الخطيب لمساته لما لعبت جنبه حسيت ان انا بلع، ارمي المسؤوليه ليه هو، اديله الكوره وعارف ان هو هيعملها صح هيتصرف. وفي موقف تاني في مباراه ليبيا، الشيخ طه اسماعيل لعبني انا وهو راس حرب، اتنين راس حرب. المهم بتوع اللي ماسكنا الاتنين المساكين، لقيت الشرار في وشهم. محمود الخواجه نجم الزمالك جاب جون جميل جدا، شوطه كسبانين 1-0، بيضربوا فينا بتوع ليبيا والموضوع متأزم قوي. قبل الماتش بثلاث اربع دقايق قلت له بيبو اول ما يصفر الحكم يا بيبو اجري على الاحتياطي بتوعنا، انت مالكش في المواضيع دي. وفعلا الحكم صفر وبيبو اول واحد جري.